القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الكتابة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي الأدب والعلم وفق المنهاج الليبي، وذلك بالتعاون مع مدرسة أورينت الافتراضية. وما زلنا مع بحث علامات الترقيم. نبدأ اليوم أعزائي الطلاب بعلامات الحذف والاستفهام والتعجب، أي علامة الحذف، علامة الاستفهام، علامة التعجب والشرطة، وأخيرا الصلة. إذن هذا هو درسنا اليوم: علامات الترقيم، الحذف والاستفهام والتعجب والشرطة وعلامة الصلة. ونبدأ بعلامة الحذف، وهي ثلاث نقط يحصرها قوسان كما هو واضح في هذا الشكل. نقط أو ثلاث نقط يحصرها قوسان تسمى علامة الحذف، وهي لا توضع جزافا كما يفعل بعض الكتاب والصحفيين، حيث يضعون نقطا بدلا من علامات الترقيم المعروفة. لا توضع هذه النقاط الثلاث إلا لتفيد أن هناك حذفا في الكلام، إما تجنبا للإطالة والاستطراد أو اختصارا وتركيزا للكلام، وإما لعدم أهمية الكلام المحذوف أو لتجنب ذكر المحذوف، وإما لإطلاق خيال القارئ يستنتج أو يؤول ما يشاء. فهذه هي المواضع التي توضع فيها علامة الحذف. إذن هي لا توضع كما قلنا لعدم معرفة الكاتب بعلامة الترقيم المناسبة، وإنما توضع لهدف، لغاية منها تجنب الإطالة أو اختصار الاختصار والتركيز للكلام، أو لأن الكلام المحذوف ليس له أهمية، أو لتجنب ذكر المحذوف، أو لإطلاق خيال القارئ حتى يؤول ما يشاء من المعنى. كذلك توضع هذه النقط إذا وجد بياض في أصل النص المحقق بمقدار ثلاث نقط لكل كلمة مطموسة أو مفقودة. هذا له علاقة بتحقيق النصوص، فأنا عندما أحقق نص من النصوص في المخطوطة أو في كتاب قديم، إذا ما رأيت بياضا أضع مكان هذا البياض ثلاث نقط للدلالة على أن هناك كلمة مطموسة أو مفقودة. إذن هذه العلامة الأولى في درس اليوم، علامة الحذف. أما العلامة الثانية فهي علامة الاستفهام. ومن منا لا يعرف علامة الاستفهام؟ وهي توضع بعد نهاية الجمل الاستفهامية بأنواعها، أي التي تبدأ باسم الاستفهام، بأداة الاستفهام، توضع بعد نهاية الجملة الاستفهامية بأنواعها: من أنت؟ كيف حالك؟ ماذا تفعل؟ أين ولدت؟ ومتى جئت؟ وكيف وأي وغيرها من الأسماء أو الأدوات التي تستخدم للاستفهام. أما الأسئلة التي توجه بصيغة الأمر أو الطلب كقولنا: تحدث، اشرح، تكلم، تحدثي، اشرحي، تكلمي على، فلا توضع في نهايتها هذه العلامة. لا توضع علامة الاستفهام إلا في نهاية الجمل الاستفهامية بأنواعها. أما العلامة التي تليها فهي علامة التعجب أو التأثر. إذن تسمى علامة التعجب أو التأثر. متى توضع؟ توضع في نهاية الجمل التي تعبر عن انفعال نفسي. ضع تحتها خطا التي تعبر عن انفعال نفسي، وهذا الانفعال قد يكون الإعجاب. نحن نقول علامة التعجب، ومعظمنا يظن أنها فقط بعد التعجب. ليس ذلك فقط، بل كل انفعال نفسي نضع بعدها أو نضع بعده هذه العلامة بعد الإعجاب، كقولنا:
كم رائع هذا المنظر، وضعنا علامة التعجب. أو بعد الإغراء، والإغراء هو الطلب المخاطب القيام بأمر ممدوح، الصدق الصدق ففيه النجاة، فنحن نطالبه بأن يقول الصدق أو أن يفعل الصدق كقولنا إلزم الصدق. أو التحذير وهو على الضد تماما من الإغراء، وهو طلب الكف عن القيام بشيء مذموم، إياك والكسل. التحذير يأتي بعده التعجب. أو يمكن أن يكون هذا الانفعال النفسي فرحا يا فرحتاه، أو حزنا وأسفاه، أو دعاء نحو بارك الله فيك، فبعد الدعاء العلامة هي علامة التعجب أو التأثر. أو بعد الترجي لعل الله يرحمنا، والترجي يكون بلعل أو عسى، لعل الله يرحمنا أيضا وضعنا علامة التعجب. أو الإنذار وهو التنذير نحو ويل للظالمين، الوعيد والإنذار ويل للظالمين، وضعنا علامة التعجب. قد يكون هذا الانفعال تأسفا نحو وحسرتاه على ما فرطنا، وضعنا علامة التعجب هنا لأن ما قبلها يدل على التأسف وهو شعور أو انفعال نفسي. إذن الجامع بين كل هذه الحالات أنها تعبر عن انفعال نفسي، كل الجمل فيها انفعال نفسي، إعجاب، إغراء، تحذير، فرح، حزن، دعاء، ترج، وإنذار، تأسف، كلها تحتوي على فعال نفسي، لذلك العلامة التي توضع بعدها هي علامة التعجب أو التأثر. أما الشرطة، والشرطة كما تراها عزيز الطالب هي خط صغير، خط صغير يوضع في أول الجملة المعترضة وفي آخرها، جملة تعترض أصل الجملة، تكون بين ركني الجملة، أي بين المبتدأ والخبر أو بين الفعل والفاعل. أنت بار بوالديك، أنت مبتدأ وبار خبر، وضع بينهما دعاء له رحمك الله. هذه الجملة تسمى جملة اعتراضية لأنها اعترضت أو وقعت بين أركان الجملة الأساسية وهي المبتدأ والخبر، لذلك تسمى الجملة المعترضة. أين وضعنا الشرط هنا؟ في أول الجملة المعترضة وفي آخرها. أنت رحمك الله، انتهت الجملة، وضعنا الشرط أيضا بار بوالديك. إذن هذا هو الموضع الأول للشرطة، في أول الجملة المعترضة وفي آخرها، بين العدد والمعدود، كقولنا الكلمة ثلاثة أقسام، ألف نضع الشرطة ثم نقول اسم، باء نضع الشرطة ثم نقول فعل، جيم نضع الشرطة ثم نقول حرف. كذلك عندما نقول واحد اثنان ثلاثة فبعد الأرقام ماذا نفعل؟ نضع الشرطة للدلالة على أن ما بعدها هو الحديث عن الأقسام. إذن توضع في أول الجملة المعترضة وفي آخرها، بين العدد والمعدود، وتوضع لفصل كلام المتحاورين في المسرحيات أو الروايات أو عند استحضار صورة النقاش بين شخصين أو أكثر. أي نضع هذه الشرطة عندما يكون في المسرحية أو في الرواية حوار بين أكثر من شخصية من الشخصيات، فكل جملة لكل شخصية نضع قبلها هذه الشرطة الصغيرة للدلالة على أن الحوار هنا لهذه الشخصية، فإذا ما انتقل الآخر وضعنا شرطة جديدة وهكذا. أما العلامة التي تليها وهي العلامة الأخيرة من علامات الترقيم هي علامة الصلة أو التبعية. لاحظ هي نفسها إشارة اليساوي في الرياضيات، إشارة يساوي هي علامة الصلة أو التبعية. متى نضع هذه العلامة؟ هذه العلامة لها علاقة بما يسمى الحشو أو الهامش، هامش الصفحة. فأنت عندما تقرأ النص، متن النص، ترى أحيانا في أسفل الصفحة ما يسمى بالهامش، فيه فرضا شرح لكلمة أو فيه تعليق أو فيه مصدر الكلام أو غير ذلك. هنا توضع علامة الصلة أو التبعية، ولكن توضع عادة في آخر ذيل الصفحة إذا لم يكتمل نص الهامش، كما يوضع مثلها في أول سطر من هامش الصفحة التالية،
وذلك إشارة إلى تواصل الكلام بين هامشي الصفحتين. لاحظ معي هنا عزيزي الطالب، هذا يسمى هنا متن النص أو متن النص، وهذا يسمى الحشو أو الهامش. فعندما ترى هذا الخط في الصفحة تعلم أن ما بعدها هو الهامش، والهامش كما قلنا يكون إما شرحا لكلمة في الأعلى أو توثيقا لها، أي من أي مصدر كتبناها أو جئنا بها أو غير ذلك. الآن لدينا هنا أربعة، رقم أربعة وهو تعليل أو توضيح للكلام هنا رقم أربعة، لم ينتهي من التوضيح وقد انتهت الصفحة، ماذا يفعل هنا؟ يضع هذه العلامة. ماذا تسمى هذه العلامة كما قلنا؟ هي التابعية أو الصلة، أي أن هذه الجملة لها تابع في الجملة في الصفحة التي بعدها. ولاحظ هنا يضعها في أول الصفحة التالية في الهامش أيضا، للدلالة على أن هذا الكلام وتابع للهامش الذي قد مر معنا في آخر الصفحة التي قبلها. إذن هذا هو المقصود بقولنا علامة الصلة أو التابعية، إذا توضع في آخر ذيل الصفحة إذا لم يكتمل نص الهامش، كما يوضع مثلها في أول سطر من هامش الصفحة التالية إشارة إلى تواصل الكلام بين هامشي الصفحتين. ركز على شيء لك عزيزي الطالب في هذه العلامة، مجرد أن تذكر علامة الصلة أو التبعية ستذكر معها كلمة الهامش، فهي علامة ليست في متن الصفحة وإنما تتعلق بالهامش. ما هو الهامش؟ وما ذكرناه هنا هو في أسفل الصفحة، وهذا هو المتن، تعريف المتن والهامش. وبهذه العلامة عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من بحث علامات الترقيم. آمل أنكم قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذه الدروس في دروس علامات الترقيم، وإلى لقاء جديد بكم في دروس أخرى. أشكر لكم متابعتكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعلكم تعقلون.